لعل هذا الإنجاز هو الأروع في تاريخه، ولا بد أيضا من استقبال رائع يليق بمكانة هؤلاء المجاهدين ويليق بهؤلاء المحررين. هذا الاستقبال بإذن الله سبحانه وتعالى سيرتقي لهذا المستوى المتقدم. الإخوة بصدد إعداد وتنظيم وترتيب الكراسي في هذا المكان، سيصل هؤلاء الأبطال بعد الاستقبال الرسمي في معبر رفح، سيصلون إلى هذا المكان ليستقبلوا جماهير شعبنا. ستكون هناك كلمة لقيادة الحركة الأسيرة من أحد القادة المحررين. بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون هناك المشاهد الفنية واللوحات الفنية الكبرى حيث ستعرض في هذا المكان، إضافة إلى الأناشيد والفقرات المتميزة.